حلاوة الفول السوداني سهلة التحضير. 3 كوب فول سوداني 350 جرام، بنحمصهم ونوضعهم في محضرة الطعام وهيك أصبحوا جاهزين. ممكن حنجيب زبدة فول سوداني جاهزة، نوضع سكر بودرة 3 كوب 450 جرام، نطحنهم مع بعض وهيك أصبحوا جاهزين. بندهن الوعاء أي نوع زيت، نوضع المكسرات اللي احنا بنحبها، أنا وضعت فستق الحلبي، هيك أصبحت جاهزة. كتير هي سريعة وروعة. مثل ما حكينا ممكن حنجيب زبدة فول السوداني جاهزة عنده ما يقارب على 1000 وصفة صحية، اللي عنده مشاكل الجلوتين لمريض السكر الكيتو دايت للضغط تقريبا عنده 1000 وصفة. اللي مهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.